جاني تعليق يقول لي فيديوهاتك صارت ظلمة. هاي ظلمة، بس هاي مو ظلمة. السلام عليكم، وياكم منير ليث. قسم من الناس سألوني على الطيور والحيوانات مالتي وين راحن، لانه اخر فيديو نشرتهن ما صورت بيهن الطيور ولا الحيوانات، كنت بس قاعد وداحكي قدام الكاميرا. فبهذا الفيديو راح اخذ هذه الكاميرا وراح اراويكم الطيور مالتي والحيوانات وين راحن. على الرغم من دولة الشلاب قاعدين يصيحون، راح اسجل صوتي وهم دا يصيحون، يعني ما راح اسجل صوتي بالمونتاج، فتحملوا صوت الطيور هماتين. ما راح اسمي هذا الفيديو جولة بغرفة الطيور، لانه ما عندي هواي انواع من الطيور. عندي هواي طيور صحيح، بس اغلبها نفس النوع، ثلاثة ارباعهم طيور حب من هذني، طيور بادجي او كوكتيل، واثنين دنيل العايقات القاعدات تصيحن هناك. راح ابدي بهذا القفص، دني زوج الكوكتيل اللي كاثرتهن باكثر من مقطع على القناة، هذا الذكر وهذه الانثى، واثنيناتهم مو اليفات، يعني داخل لي ايدي راح يطيرون، بس هم ما متعلمين اساسا اخلي ايدي على مود هاي ما يفزون قوي. طبعا ما راح اغامر كلش وانطيهم ايدي، لانه اذا عضوا ايدي ممكن يشلعون اللحمة، مو مثل هذني. دني اللي هم كلهم افراقهم اربعتهم، دني انا ربيتهم على ايدي ووكلتهم تاكيل يدوي، فكلهم اليفات ما راح يعضني ابد، بالعكس هم يجون على ايدي ويحبون يلعبون ويا ايدي، بس اعمارهم هسه سنوات. يعني بالفتره الحاليه ما خال الهذني الزوج عيش على مود يبيضون بي، لانه ما اريدهم يتكاثرون اساسا. الكوكتيل طير كبير او متوسط الحجم، يحتاج قفص كبير مثل هذا على مود يقدر يطير بي. يعني كل اثنين ممكن اخليهم قفص مثل هذا، ممكن اخلي ثلاثة واربعة بهذا القفص، بس ما اقدر اخلي بي اكثر. هذا القفص بيهذني للطيور الحب كلهن، وبيهذني الاربعة كوكتيل، فما راح يتحمل بعد كوكتيل اساسا. وما عندي اقفاص، او تقريبا ما اريد افتح بعد اقفاص مثل ذني واخلي بيهن طيور الكوكتيل، لانه ما عندي وقت اعتني بهم اساسا. طبعا راح تقولوا لي ليش ما تبيعهن، لان الطيور حاليا ما ينباعن، لانه ماكو معارض مال الطيور، والناس غالبا ما راح يشترون اشياء من ناس ثانيين على الانترنت على مود اللي يصير بالكوكب حاليا. فلهذا السبب مدى اكاثر هذني الكوكتيل. هذا القفص الثاني اللي انا سويته بواحد من الفيديوهات، حاليا بيه هذني للطيور كلهن ما عندنا عشاش وكلهن ما متزوجات. ذني الصفر الصغار بعدهن صغار بالعمر، حتى هذا يمكن عمره 6-7 اسابيع، هذا اخوه وهذا اخوهم الاخ، هذه كبيرة بالعمر، وهذا اخو ذول الثلاثة اللي رويتكم اياهم، يعني صارن اربعة عندي صغار، والبقية هن كبار، يعني هذني الفيروزيات الفوق هذني كبار بالعمر، ويا هذني طيور الحب بهذا القفص، خال هذني الكوكتيل. طبعا هذني الكوكتيل هن نفسهن اللي وكلتهن تأكيل يدوي بأكثر من فيديو، واحد نزل على راسي، هذا اللي واقف على راسي صورت له فيديو وما نشرته لحد الآن، يمكن نشره بعدين. هذا اللي هنا هو نفسه اللي صورت له فيديو، واكثر فيديو جاب مشاهدات على القناه راح تلقوه فوق، اغلبكم شايفيه اساسا. قسم من الناس توقعوا من هو صغير توقعوا انثى مو ذكر، بس انا قلت لكم انه هو ذكر،
ومثل ما تشوفون هو ذاك. ذني يا اخواني صدق الاصل بالضبط. طبعا راح تقولوا لي شلون تفرق هذني مو كل شليفات، يعني اذا افتح الباب ما راح يطلعون، بينما هو بس افتح للباب يجيني. هو الوحيد اللي طلع هيك لانه من ربيته واحده، ما ربيته يا اخوان. هذا الاب وهذا الابن، واحد دي صفر للاخر. اريد اشوف راح يقدر يطب واحده لو لا. طلع الله. طبعا اطير الحب لازم اشوف كم واحد طالع على مدار، ارجعهم كلهم للقفص. عندي هنا واحد وهنا اثنين، يعني لازم ارجع ثلاثه للقفص. اذا انساهم ممكن يضلون برا القفص منها الباشر. هذا اللي هنا هو اكثر واحد لونه مميز، هي انثى بس الالوان اللي بيها كلش مميزه، يعني تختلف عنهم كلهم. هذا القفص من سويته خليه في السين مالته للداخل مو للخارج، تقدرون تشوفون الفيديو راح يطلع فوق. ولو كان الخشب هذا للداخل كان اكلوه بيومين تقريبا، لانه بالكم دقيقة اللي اطلعهم بها يسوون خراب كافي انه يفلشون القفص، بينما الوقت هم كله بداخل القفص ما يقدرون يسوون كل شيء لانه ما يقدرون يوصلون للخشب. طبعا سويتها بطريقة بحيث اقدر ابدل اي خشبة او اي صفحة والباقي القفص يبقى نفس ما هو، على مود هاي خالهم يكسرون براحتهم. ثاني رجع واحد يصفر لله. ثاني الاثنين هم امهات هذا، واغلب اللي بالقفص هنا عدا ثاني الاربعة جدد الصغار، لانه عندي زوج جديد هسه هو اللي دا يتكاثر. فعندي اغلب هذني من هذا الزوج والبقيه من الزوج الثاني، وهنا ذني الوحيدات اللي اساسا كاثرتهم. ذني ما اخلي لهن عشاش هسه لانه شويه تعبوا وكبروا بالعمر، اظافرهم طوال تحتاج شويه تنقص، فخلهم يرتاحون بالفتره الحاليه. ومثل ما تشوفون القفص شبه مليان، بس سويت غلطه وخليت عش لهذا الزوج مرت الثانيه، وهسه حاليا عندهم بيض وفرقوا. خليت لهم العيش لانه كانت تبيض باي مكان، يعني هاي بيضه كانت تبيض بمال اكل. خليت لهم العيش قبل تقريبا شهر وبيضت بي ورا يمكن 3 ايام بيضت بداخل العيش. حنزل لكم فيديو على هذا القفص وهذا العيش وشلون فرخت هذه الانثى وهذا الذكر مالتها. هم نفس الشكل بالضبط اثنيناتهم خضر. هذا ثاني عيش ابدل لهم اياه لانه كسرت واحد من عندهن، وهسه حاليا عندها فرخ صغير. البارحة فوق الساعة 3 بالليل، وعندها بعد بيض ما اعرف اذا راح تفرق بعد لو لا، بس بالوقت الحالي عندها واحد بس. طبعا هذه أليفة، مو كلش أليفة بس أليفة ما تعض. طبعا اريد يعضني من صدق مدى الشافة، وانا اريد اوخر من فوق هذا القفص حتى هذه لا تعوف البيض مالتها.
زين اثنين ذكور بس على مود القفص الكبير ما راح يكفيهم كلهم. وهذا قفص يتغير يكفي بس طيران مو هواية. طبعا اغلب هذه الاقفاص هسه تحتاج مي وتحتاج اكل، فراح اطفي كاميرا وراح اعطيهم مي واكل. اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، بما الله.